يستمتع رئيس كوريا الشمالية الدكتاتور الشاب كيم يونغ أون البالغ من العمر 32 عاماً بإعدام من يعكرون صفو مزاجه أو يتصرفون بسلوك يتسبب بإغضابه. فيما يبدو لا يوجد في البلاد من يمكن أن يفلت من عقوبة الإعدام، خاصة بعد أن أعدم زوج عمته ووزير دفاعه وعدداً من المسؤولين الكبار في الدولة وبوسائل مختلفة. اليوم سنعرض لكم بعض الأمور الغريبة التي قام بها هذا الرئيس، فإذا كنت تريد معرفة التفاصيل تابع الفيديو إلى النهاية، وكالعادة انزل للأسفل اضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. زوجته. ظلت زوجة زعيم كوريا الشمالية ري سول جو غامضة لحد ما، حيث لا يعرف الكثيرون عن تاريخها، كما أنها نادرة الظهور. وقد ظهرت مع زوجها كيم جونغ في إحدى الزيارات للصين التي شغلت العالم، وبعدها ظهرت لعدة مرات مع كيم في الفترة ما بين 2012 إلى 2014 قبل أن تختفي لفترة طويلة عن الرأي العام إلى وقت قريب، بحيث صار ظهورها أكثر وضوحاً. ورغم القوانين الغريبة التي فرضت على هذه السيدة مثل منعها من زيارة أقاربها أو الظهور كثيراً في وسائل الإعلام، إلا أنها في كل مرة تظهر فيها إلى جانب زوجها الزعيم تثير الجدل بذوقها الرفيع وشدة تواضعها وحرصها على مراعاة مشاعر شعبها. ويرجح أن السبب وراء اختفائها وعدم ظهورها الملحوظ هو أنها أم لثلاثة أطفال من زوجها الزعيم، ومنذ زواجها به لم يحصل أنها ظهرت في مناسبة شخصية معه، وإنما كانت جميعها مناسبات وطنية خاصة بدولتهم. وحتى هذه المرات التي ظهرت فيها لم تكن كثيرة مقارنة بحياتها الشخصية قبيل زواجها، والتي يرجح البعض أنها كانت مغنية، وهذا استنادا على ما جاء في صحيفة بريطانية تقول بوجود مغنية كورية تدعى ري سول جو، ولكن أحدا لا يعرف الحقيقة حول كونهما نفس السيدة أم أنه تشابه أسماء فقط. يعتقد أنها تزوجت عام 2009، وكان زواجهما جزءا من خطة والد كيم ليخلفه زعامة الدولة. ويعتقد أيضا أنها وضعت مولودها الأول عام 2013 و2016. ووفقا لنجم السلة الأمريكي دينيس رودمان، فطفل كيم وزوجته الأوسط هو جو أي، ولا توجد معلومات مؤكدة حول أطفالهم الآخرين. أرسلت زوجة كيم إلى الجامعة لمدة 6 أشهر، حيث تم إعدادها لتصبح سيدة كوريا الشمالية الأولى. وعلى الرغم من توتر العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، إلا أن كوريا وزعيمها كيم وزوجته ري سول نجحا في اجتذاب حلفاء جدد، وهم زعيم دولة كوريا الجنوبية وزوجته، واللذان أبدا ترحابهما بالزعيم كيم وزوجته في قمة الكوريتين. ونجحت زوجة الزعيم كيم في لفت الأنظار واجتذاب الكاميرات نحوها، وهذا للباقتها الشديدة وإبدائها الحب لزوجة زعيم كوريا الجنوبية. حظر التدخين. حظرت كوريا الشمالية التدخين في الأماكن العامة، في حين سيكون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الشخص الوحيد المستثنى من هذا القرار. وقد فشل في أن يكون مثالاً يحتذى به في الاستجابة لنداء الإقلاع عن التدخين، فمن المعروف أن كوريا الشمالية حظرت التدخين بالأماكن العامة، بما في ذلك المطاعم ومحطات الحافلات، مراكز الدعاية، الأمر الذي يمثل مشكلة حساسة لدولة يعتبر زعيمها مستهلكاً نهماً. وقد أوردت مجلة دعائية بالتفصيل قائمة بالأماكن المحظور فيها التدخين بعد سن قانون في إطار حملة مستمرة ضد التبغ، وتتضمن تلك القائمة الفنادق، المتاجر، المراحيض العامة، ودور السينما، والمكتبات والصالات الرياضية، والميادين العامة، والحضانات والمدارس، والعيادات والمستشفيات، ووسائل النقل العامة، والأماكن المعرضة لخطر نشوب الحرائق،
كالغابات ومحطات الوقود، وستوضع لافتات ممنوع التدخين في شتى أنحاء البلاد في محاولة لخفض معدلات التدخين المرتفعة بين الرجال، فيما حذرت وسائل إعلام تابعة للحكومة من أن التدخين يزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تقول بيونغ يانغ أنها لم تسجل حالة إصابة واحدة به. وبحسب بيانات قدمتها بيونغ يانغ لمنظمة الصحة العالمية، يدخن 46% من الرجال، ولكن ليس هناك أي امرأة تدخن. وسواء كان ذلك صحيحاً أم لا، فإنه يندر بالفعل التدخين بصفوف نساء كوريا الشمالية. حظر مطاعم البيتزا والمشروبات الغازية. ضبط مطعم البيتزا في كوريا الشمالية بالجرم المشهود بعد أن ظهر شريط مصور على شبكة الإنترنت يؤكد تقديمه لمشروب كوكاكولا الأمريكي للسياح الأجانب. وذكر موقع يونهاب الكوري أن شريطا مصورا نشر على موقع يوتيوب في شهر آذار مارس الماضي يظهر محل البيتزا يقدم مشروب كوكاكولا إلى السياح، وأشار إلى أن الموظفين في المطعم كانوا يطلقون على المشروب اسم كوكاكولا الإيطالية، وأوضح أن مطعم البيتزا هو الثالث من نوعه الذي افتتحته شركة كوريتال الإيطالية، ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتأكد فيها بيع كوريا الشمالية لمشروب كوكاكولا الأمريكي بعد أن سرت شائعات في الماضي في هذا الشأن. يذكر أن كوريا الشمالية وكوبا لا تزالان الدولتين الوحيدتين التي لا فروع فيهما لشركة كوكاكولا الأمريكية. مشاهدة مباريات كأس العالم. متابعو كرة القدم في كوريا الشمالية لا يمكنهم متابعة مباريات منتخب بلادهم مثل أغلب دول العالم. فعلى سبيل المثال في عام 2014 تابعت الجماهير المباراة بعد 24 ساعة، وكانت جماهير العالم كلها قد عرفت نتيجة هذه المباراة. والسبب الحقيقي في ذلك هو حظر مشاهدة أي قنوات تلفزيونية أجنبية، وتقدم كوريا الشمالية 3 قنوات تلفزيونية حكومية فقط للناس لمشاهدتها ومتابعة برامجها، وكذلك حظر استخدام شبكة الإنترنت، حيث لا يمكن تصفح الإنترنت إلا من خلال الشبكة الداخلية بهم التي يطلق عليها الكوانغ ميونغ، تم إطلاقها عام 2000 وتضم 28 موقعاً فقط تحت إشراف الحكومة. يسمح فقط للسياسيين وعائلاتهم والطلاب الملتحقين بمدارس النخبة وقسم الحرب الإلكترونية بالجيش بتصفح شبكة الريد ستار أو إس المعتمد من الدولة. العداء مع كوريا الجنوبية. أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونغ يانغ ستقطع اعتباراً من ظهر الثلاثاء كل خطوط التواصل السياسية والعسكرية مع كوريا الجنوبية العدوة، وذلك بعد تهديد الشمال مراراً بقطع التواصل مع الجنوب، إذ لم تتوقف سيول إرسال ناشطين منشورات معادية عبر الحدود. وقالت الوكالة أن بيونغ يانغ ستقطع بالكامل وتغلق خط الارتباط بين السلطات الشمالية والجنوبية، والذي كان قائماً عبر مكتب الارتباط بينهما، كما ستقطع قنوات اتصال أخرى، وذلك اعتباراً من 9 يونيو عام 2020. وهددت كوريا الشمالية بإغلاق مكتب الارتباط مع الجنوب إذ لم تمنع سيول ناشطين من إرسال منشورات إلى الشمال مناهضة للنظام الشيوعي، كما هددت بيونغ يانغ باتخاذ إجراءات أخرى مؤلمة بحق سيئول. دأب منشقون كوريون شماليون وناشطون آخرون على إرسال بالونات من الأراضي الكورية الجنوبية إلى الجارة الشمالية تحمل منشورات تتهم الزعيم الكوري الشمالي بانتهاك حقوق الإنسان وتدين سياسته النووية، وتعتبر حملات المنشورات هذه قضية شائكة بين الكوريتين. انتخابات البرلمان في كوريا الشمالية. صوت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الانتخابات المحلية التي نظمت في جميع مناطق البلاد، وقاربت نسبة المشاركة فيها 100%، مثل ما يعلن بعد كل انتخابات في هذا البلد،
بينما لم تتمكن فئة واحدة من التصويت. وفي غياب أي منافسة، يرى المحللون أن عمليات الاقتراع هذه بمثابة تقليد يسمح للسلطات بتأكيد حصولها على تفويض شعبي وتعزيز الولاء للنظام. وبلغت نسبة المشاركة بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية 99.98%، بزيادة 0.01% عن الانتخابات المحلية السابقة عام 2015. وأوضحت الوكالة أن الناخبين الموجودين في الخارج أو العاملين في عرض البحر وحدهم من لم يتمكنوا من التصويت، في حين أن الناخبين الذين يعانون مشكلات مرتبطة بالسن أو المرض قد تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في صناديق اقتراع متحركة. فالتخلف عن الانتخابات في كوريا الشمالية جريمة يعاقب عليها القانون بشدة. كرة السلة في كوريا الشمالية. كشفت تقارير إعلامية عن بصمة جديدة وضعتها كوريا الشمالية على قوانين كرة السلة، وهو ما يجعل اللعبة في هذا البلد العجيب تختلف عن باقي العالم. فقد ذكرت التقارير أن الدانك يحتسب في كوريا الشمالية بثلاث نقاط، بينما يحتسب بنقطتين في الحالة العادية، وفي حين تمنحك الرمية الثلاثية 4 نقاط بدلا من 3 نقاط في قانون اللعبة بكوريا الشمالية، بشرط ألا تلمس الكرة الحلقة، وذلك بخلاف ما يحدث في باقي دول العالم. وهذا بينما يتم خصم نقطة من الفريق الذي يهدر لاعبه رمية حرة. وهذا ليس كل شيء، بل هناك قانون آخر أكثر إثارة، حيث يمنح القانون الفريق 8 نقاط حال تسجيل باسكت في آخر 3 ثوان من المباراة. كما تسمح القوانين في كوريا الشمالية بانتهاء المباراة بالتعادل بخلاف باقي دول العالم. يشار إلى أن الرئيس الراحل كيم أونغ إيل المشهور بحبه لكرة السلة هو من وضع قواعد لعبة كرة السلة في كوريا الشمالية، وورثها من بعده ابنه كيم جونغ أون. والجدير بالذكر أنه في ديسمبر عام 2013 زار لاعب كرة السلة الأمريكي السابق دينيس رودمان كوريا الشمالية للمساعدة في تدريب منتخبها الوطني، بعد أن طور صداقة قديمة مع الزعيم الأعلى كيم جونغ أون خلال زيارته الأولى للبلاد في فبراير عام 2013. ونظم رودمان زيارة ومباراة بين فريق كوريا الشمالية ونجوم الدوري الأمريكي للمحترفين السابقين. ممنوع التصوير. إذا فكرت بزيارة كوريا الشمالية للسياحة وأدهشتك بعض المناظر الطبيعية وقمت بتصويرها، فلا تنزعج إن أتى إليك شرطي وطلب منك حذف كل الصور التذكارية التي قمت بالتقاطها. وفي هذا الأمر يخبرنا أحد السياح الذي يمتهن التصوير، ويقول المصور أنهم فتشوا أيضا آلات التصوير والهواتف النقالة، وأية آلة تصوير مزودة بعدسة تزيد عن 200 ملمتر يمنع دخولها. هؤلاء الحرس حذروا المجموعة أيضا من التقاط صور غير مشروعة والعودة بها إلى بلادهم. ولإخفاء هذه الصور سجلها هونيوفيتش على بطاقات ذاكرة وخبأ هذه البطاقات في زوايا حقيبته، وحمل معه صورا لمناظر طبيعية. شقيق الزعيم الكوري. كشف تصوير لكاميرات المراقبة الداخلية بمطار كوالالمبور عن لحظات اغتيال شقيق الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون. ويوضح التصوير الذي أذاعته قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم عن سيدتين تقتربان من كيم يونغ نام في مطار كوالالمبور الدولي قبل لحظات من وفاته يوم 13 فبراير الماضي. ويوضح الفيديو إحدى السيدتين وهما تهاجمان كيم من الخلف قبل أن تخرج من إطار الكاميرا. توفي كيم يونغ نام في المستشفى في وقت لاحق، واتهمت كوريا الجنوبية بيونغ يانغ بإعطاء الأوامر لقتل كيم يونغ نام، مؤكدة أن السيدتين قد هربتا بعد تسممه بسيارة تاكسي. وألقي القبض على 4 أشخاص بتهمة اغتيال الرجل البالغ من العمر 45 عاما، بينما الشرطة تبحث عن 4 نساء من كوريا الشمالية والذين هربوا من ماليزيا في الوقت الذي كان كيم يونغ نام
قد تم قتله. إلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.